لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق يوسف الدباغ. أهلا بكم سيدي. مرحبا مرحبا بكم وحياكم الله. سيد يوسف، بتزامن مع إطلاق القسم الاجتماعي بهيئة علماء المسلمين مشروعا جديدا في قضاء بغريب غربي بغداد، ما هي تفاصيل هذا المشروع وأهدافه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أن هذه المشاريع توالت منذ 3 أعوام دأب القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين على تنفيذه، مراعاة بما يمر به الشعب العراقي من ضيق مالي، لا سيما عند الأيتام، عند الأرامل، عند فقراء الحال والمتعففين والنازحين. فأخذ على عاتقه مشاريع منوعة شملت حقيقة القرى والأرياف المحيطة في بغداد، والتي وقع عليها الضرر الأعظم من هذه المظاهر. فتبنى مشاريع كانت في قضايا بغريب، والحقيقة هذا ليس المشروع الأول، هناك مشاريع أخرى في الرضوانية وفي اليوسفية وفي المحمودية وحتى في التاجي، ونحن معها تباعا. كانت الوجبة الأولى بواقع 100 حقيقة، والوجبة الثانية كانت في قضاء بغريب بواقع 50، وهناك مشاريع ننفذها في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله إذا أعاننا الله إن شاء الله. إن شاء الله. الحقيقة هو كسوة، عفوا، هي ملابس تتعلق بإعانتهم على الدراسة ومواصلة الدراسة في المدارس. تماما. وحقيقة هناك في هذا السياق هذا ما كنت سأسألك عنه سيد يوسف. جاء هذا المشروع على مراحل، ركزتم في المرحلة الأولى على تلاميذ المدارس، ما أهمية هذه الفئة من الأطفال وضرورة التحاقها بالمدارس؟ الحقيقة هذا توجه الهيئة، لأننا مع كل الظروف الصعاب لا ننسى أن التعلم حق لكل طفل في العراق ولكل طفلة. فمن من من هذا المنطلق وتماشيا مع اهداف الهيئه، قام القسم الاجتماعي برعايه هؤلاء المتعففين وفقراء الحال، وربما لا يطيقون على ارتداء وشراء ملابس المدرسيه. فنحن حقيقه نقدم هذا الجهد، لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعهم وينفعنا به يوم القيامه. ملابس شتويه مكونه من سروال وقميص بلوز، واحيانا احذيه ايضا أجلكم الله، وهكذا نحن معهم حتى نعينهم على مواصلة الدراسة في المدارس إن شاء الله. ماذا عن المرحلة الثانية في المشروع والتي شملت عائلات أيضا؟ المرحلة الثانية حقيقة سننطلق إلى اليوسفية إن شاء الله وإلى الرضوانية، وهناك أيضا عوائل تعاني. حقيقة هذه العوائل كانت ليست في هذا الحال، كانت عوائل تزرع وتبيع وتشتري، والامور كانت حقيقه في شيء من البحبوحه، ولكن بشحه المياه وشحه الزروع اصبحوا يعانون حقيقه معاناه شديده. فالان الفلاحون في هذه الاحياء، في هذه البساتين، في هذه الاراضي الزراعيه لا يجدون ما يزرعون، ثم لا يجدون اي مال يعينهم على مواصله الحياه. أشكرك جزيل الشكر يوسف الدباغ مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.